اهلا بكم مشاهدينا. سارع البولنديون الى مراكز التسوق والمتاجر بعد ان سمحت الحكومه باعاده فتحها كجزء من تخفيف قيود فيروس كورونا نتيجه انخفاض عدد الاصابات الجديده بشكل حاد خلال الشهر الماضي. واستغل البعض الفرصه لزياره المتاحف ورؤيه اول مومياء مصريه حامل في العالم، وهو اكتشاف كشف عنه فريق من العلماء البولنديين الاسبوع الماضي. كما قررت الحكومه فتح البلاد في مايو بدءا من عوده الاطفال الصغار الى المدارس. من المقرر أن ينطلق مشروع المذيعة الشهيرة أوبرا وينفري للصحة النفسية، والذي تتعاون فيه مع الأمير هاري هذا الشهر. المشروع عبارة عن برنامج تقدم فيه وينفري سلسلة من الحلقات تركز فيها على الصحة النفسية والتعافي بعد المعاناة من الصدمات والمآسي، وقد عملت على إعداده مع الأمير هاري على مدار عامين، ومن المتوقع أن يصدر على أبل في مايو. وفي خبر ملكي آخر، افتتح الأمير ويليام رسمياً مركز الأداء الجديد لنادي أستون فيلا الإنجليزي لكرة القدم، والذي يقدم في ملعب تدريب النادي بالقرب من برمنغهام. وعبر الأمير عن سعادته بافتتاح مركز الأداء العالي في أستون فيلا، وتحدث مع اللاعبين. لا تزال عمليات تبني الحيوانات الأليفة في الولايات المتحدة في تدفق كبير منذ انتشار الوباء، حيث تسعى العائلات المجهدة للحصول على راحة دافئة من خلال هذه الحيوانات حتى مع تخفيف عمليات الإغلاق. فقد قفزت معدلات التبني في ملاجئ الحيوانات بنسبة تصل إلى 40% في عام 2020 مقارنة بالعام السابق أثناء تعامل الناس مع العزلة. حاول بعض هواة التزلج على ألواح سكيت بوردينغ مطاراً مهجوراً في ولاية لويزيانا الأمريكية إلى ملعب لهواياتهم المفضلة، وحولوا مهبط المطار المهجور إلى ملعب بتصميم يعيد إلى الأذهان التصميم المشهور في سلسلة ألعاب الفيديو توني هوك. وكان مطار لويس أرمسترونغ قد أغلق أثر تشييد مطار بديل في موقع قريب. فاصل ونعود لمتابعة باقي فقرات صباح العربية.